هذا الرجل قرر انه يشتري بنت من الموقع الغريب والمظلم، وبس اشتراها دغري اجت لعنده، ولما اجت لعنده فتح لها الباب بلشت هون تعمل حركات غريبة وما رح تصدقوا شو صار فيهن باخر لحظة. السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. زي انت اول مره تفتح القناه اشترك وفعل جرس التنبيه، على اكيد فعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. اخواتي، في شخص تحدانا انه نحن ما بنقدر نوصل 100,000 لايك. لا، نحن بنقدر، الكل يعمل لايك لهيدا الفيديو على اكيد. اخواتي، في منكم كتير قال لي ليه بودي انت بطلت تحكي هيك قصص رعب؟ انا اليوم جاي لحتى احكي لكم قصص رعب كتير مخيفه، ما بدي احرق عليكم كتير، خلينا نفوت دغري بالقصه. هذا الرجل هو وصاحبه قرروا انه يفوتوا على الموقع المظلم للتعارف والصداقة، لكن ما كانوا بيعرفوا شو رح يصير لن بس تيجي هاي البنت يلي بدن يتعرفوا عليها. الصراحة اول ما فاتوا على الموقع اتبين هون انه صاحبه الاشقر كان مسجل بهيدا الموقع من سنتين. اول ما فتحوا هيدا الموقع او هيك بنات كتير غريبة، اللي ناصحة واللي حامل، الصراحة كانت اجسام يعني ما بعرف كيف. كان هو صاحبه يتجادلوا عليهن انه كيف حاطين هون بالموقع وهالقد اسعارهم. Okay, so looking through these people again. Dude, go to Geraldine, she looks kind of cute. وفجأة هون صاحبه يلي كان قاعد حده اتفاجأ انه كان في رسالة مبعوتة من صديقة لإله. هون قرر انه يفوت ويعرف مين هو هيدا الشخص يلي كان حكيه من زمان، وتفاجأ هون انه صاحبه كان حكيها تقريبا من سنتين وبعدها لهلأ عم تحاول انه تحكيه. صراحة هون الرجل حاول يخبي هذا الشي لكن كشفوا صاحبه. هون اول ما شاف صورة بروفايلها الصراحة زي ما انتو شايفين البنت كتير حلوة، واول ما فات على البروفايل كان مكتوب اذا انت علقت بين ايدي اكيد رح توقع بحبي، واكيد اكيد ما رح تطلع من بين ايدي، انه انت رح تحبني يوم بعد يوم أكتر ثم أكتر. المهم هون زي ما انتو شايفين بلش هيك يقرأ بالرسائل القديمة يلي كان يحكيها هو وصاحبه. كانت الرسائل ما كانت تعني عن حب أو أي شيء، لكن الرجل كان شوي ها متعلق فيها، والصراحة كان بحبها وما عرف ينطقها للكلمة أو يقولها إنه أنا بحبك. هون صاحبه يلي كان قاعد جنبه قرر إنه يساعده ويقول له طيب شو رأيك أنت تقولها هلأ إنه أنا بحبك، وشو رأيك إنه نحنا نتواعد اليوم؟ فالرجل الصراحة هون تلبك كتير وما عرف شو بده يحكي، وقال لا أنا الصراحة خايف، صراحة ما بدي هي تيجي لعندي أحسن ما تعمل لي شيء، لأنه زي ما أنت شايف هيدا الموقع المظلم، بتعرف يمكن يصير شيء غريب. فإجا قال له صاحبه يلي قاعد جنبه طيب أنت ليش خايف وأنا معك؟ نحن أصحاب وشو ما صار علينا نحن مع بعض لا تخاف. فهون الصراحة الرجل قرر إنه يتشجع ويحكيها للبنت، ولا شو رأيك اليوم نحن نتواعد أو نطلع لمكان هيك غرامة وحركات وهيك زي ما أنتوا فاهمين. إجت بعد ثلاث لوهات شو بتحكي؟ إجا يفهمها بطريقة تانية وبالفعل نجح الأمر. هون زي ما أنتوا شايفين قدامكو قرروا إنه ينطروا البنت لحتى تيجي، نطروا 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 على أساس بعد ساعتين، لكن اتأخرت كتير على الوقت، وفجأة هون صارت الساعة واحدة وشوي، سمعوا دقات باب كتير قوية وأبدا ما كانت توقف، فهون إجوا قالوا الاثنين خلص اجت البنت، وبالفعل قام الرجل لحتى يفتح لها الباب، والهون ما فتح الباب اتفاجئوا كتير الاثنين، معقولة هاي البنت يلي قدامنا هي نفسها يلي كانت على الكمبيوتر او على الموقع المظلم؟ فاجا قالوا لا مستحيل، اجا قالوا لها البنت انت مين؟ نحن ما بنعرفك، ارجعي من محل ما اجيتي. فاجت قالت لهم لا انا بعرفك من الموقع المظلم، انت كنت حاطط صورتك وانت صار لك سنتين عم تحكيني، كيف بتقولي انا ما بعرفك؟ كيف بتقولي اطلع من البيت؟ انا رفيقتك. اجا قال شو؟ لا مش انت يلي كنت احكيكي. فهون قرر انه صاحبه يهدي هيك الوضع، وقرر انه يلمسها عشان يهدي الوضع، لكن هون اول ما لمسها بلشت تصارخ باعلى صوت وتعيط وتقول ابعد عني، ليش تلمسني؟ She wanna like come on, just like don't touch me like that again or I'll scream.
فهون هديت، وبعد ما عملت هيدي الطوشة كلها راحوا الاثنين قعدوا على الكنباي وبلشوا يحكوا ذكرياتن، وهن كانوا عم يحكوا على الشات، يعني انت شو كنت تطبخي وانت شو كنت تعملي وانا شو كنت اعمل وعرفتوا كيف. لكن وصلت لمعلومة هون قصيرة، كيف انت بتقولي انه انت طويل لكن انا شايفك كتير قصير، ليش كنت تكذب علي؟ انا مش حلوة؟ هل انا هيك؟ هل انا ما بعرف شو؟ لشات اتعلي صوتها اكتر واكتر، انت كتير قصير. فهون الرجل صاحبه بلش هيك يحس بالخطر وبلش يدق قلبه اكتر ثم اكتر، وما عرف هون شو بده يعمل الحين. وهون قرروا انه يقوموا الثلاثة لحتى ياخدوا البنت وياخدوها خلص على غرفتها عشان ترتاح. هن ورايحين على الغرفة بلشوا يحكوا كلمات غريبة، فهون البنت كتير عصبت وقالت له اخرس. هون الرجل الصراحة كتير عصب وما عرف شو بده يعمل، وقررت البنت انه تمشي وتكفي طريقها. ولما كفت طريقها لقت هيك كنباي فحملت حالها وقعدت عليها او تسطحت، وكانت الطريقة يلي قاعدة فيها كتير غريبة، زي اكنه عايش بمكان كتير غريب لانه البنات ما بيعملوا هيك حركات ابدا. هون قرروا الاصحاب انه يروحوا للغرفة التانية لحالا ويحكوا بشأن هاي البنت وليش هيك عم تعمل. فهون اول ما راحوا بلشوا يحكوا ويقولوا انت معقول بتحكي مع هيك بنت؟ صار لك سنتين عم تحكي معها وهي غريبة الاطوار كتير، ليش هيك بتحكي معنا؟ نحن علقنا بنصيبة كبيرة مع انه استأجرناها احنا ليوم واحد، او بالاحرى اشتريناها ليوم واحد، نحن شو لازم نعمل؟ فهون قرر الرجل وردد انا ما بعرف، اعطيني رأيك شو بدنا نعمل. وهون بعده ما كفى الحكي فجأة دقت على الباب عندن، قالت له اطلع ليش عم تحكوا عني؟ قال لا انا ما عم بحكي عنكو ابدا. فقال خلص اخرس اعطيني مفتاح السيارة الحين. قال له شو؟ شو مفتاح السيارة؟ شو بدك فيه؟ قالت له انا بدي السيارة هلا، او بدي مفتاحها، انا بدي اطلع مع رفقاتي. Okay, I'm sorry. Here's the keys. قال له لا كيف بدي اعطيكي؟ فبلشت تصارخ باعلى صوت وتصرخ وتقول اعطيني مفتاح السياره بسرعه. فهون بعد ما نقت كتير خلص اعطاها مفتاح السياره وحملت حالها وطلعت بريت البيت، وبلش هول الاصحاب الاثنين يتعاركوا ويتخانقوا كتير كتير، حتى كانوا بده يخسروا صداقه من ورا هاي البنت لانه كانوا يصرخوا بطريقه كتير غريبه، خلص لازم نترك بعض. وبعد ما مرت هون 10 دقائق فجاه دخلت البنت على البيت وكبت له المفتاح وقالت له لمه زي الكلب. الصراحة أنا تفاجأت من كلامها الكتير قاسي، حملت حالة ودغري طلعت على غرفتها، كانت مزعوجة كتير. وبوقتها هون قرر الرجلين خلاص إنه يرتاحوا ويناموا، وبالفعل لكن هذا الرجل يلي كان جيبها للبنت أو بالفعل يلي كان عم يحكيها قرر إنه يروح انه ينام معها. لكن صاحبه فاق على الساعة 5 بالضبط وحس انه صاحبه ما كان موجود حده، فحمل الكاميرا وراح للغرفة تاعت البنت وتفاجأ انه الصبي اللي كان صاحبه او بالفعل بعده صاحبه قدامه للبنت وكانت عم بتصرخ عليه باعلى صوت. فهون اول ما دخل عليهن قال له وقفي وقفي، انت ليش عم بتصرخي على الرجال اللي هو صاحبي؟ هذا صاحبي وبعدي عنه، واصلا انا خلص كرهتك بالبيت، اطلعي برا البيت الحين. قالت له اكسكيوز مي، انت عم تحكي معي هيك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ وبلشت تخبص وتطرفش بالحكي، لا لا انت كيف هيك عم تحكي معي؟ انت الحين لازم تطلعي بريت البيت. بالفعل حملت حالها وقررت انه تروح على المطبخ، بلشت شو ما بتشوف قدامها بلشت تحمل وبتكسر كل شيء شافته قدامه، كسرته الصحون اي شيء، وفتحت الخزانة وبلشت ترمي كل صحن على الارض وتكسره كمان. خلص هون البنت انجنت وفقدت اعصابها وما عرفت شو بدها تعمل الصراحة. وبالأحرى كمان هن مش عارفين شو بدهم يعملوا، فبلشوا يمسكوها ويزعجوها، اطلعي برا الحين، نحن ما بدنا اياكي، نحن لازم نروح على الموقع ونشتكي عليه خلاص لانه انت ما لبتينا احتياجاتنا وموقعكم كتير غريب. فهون اول ما سمعت هيك البنت حكي دغري حملت حالها وطلعت من البيت، وهيك بتكون انتهت القصة. اخواتي اذا حابين احكي لكم هيك قصص بتخوف كمان مرة تانية لايك على الاكيد، واكتب لي كمان تحت بالتعليقات ايه اعمل قصص زي هيك او لا، انسى كمان تروح تقدر اخر فيديو نزلته على اليوتيوب يعجبكم كتير. يلا سلام.